بالصوت تجنيد كابتن مصر في الإخوان، أول ظهور لأمير مرتضى منصور، الأهلي يخطف القاطرة الغانية من الشباب، حكايات مخجلة لأحمد سليمان في الجونة، سقطة حسين لبيب وهشام نصر، حقيقة طائرة محمد صلاح، فضائح في الدوري السعودي، جوميز فرض قراراته، ملعب ومعسكر جديد للزمالك، حسام حسن يصالح الزملكاوية، والأهلي يغرم متولي لسبب غريب. مساء الخير على حضرتكم، وأهلا بيكم يا غاليين في حلقة جديدة من برنامج مباشر مع الجريء، مباشر مع المحترمين المثقفين الرائعين المميزين. شعارنا الله فوق الجميع، ودستورنا ما يهمنيش اسمك، ما يهمنيش لونك، ما يهمنيش دينك، ما يهمنيش شكلك، ما يهمنيش عملك، يهمني قلبك يكون أبيض. المثقفون الرائعون يلتقون في أمسية جديدة من أمسيات الجريء، وبرحب بحضراتكم يا أجمل ناس في الكون ويا أروع جمهور في الكون، وهنا أقصد جمهور الجريء اللي بيضم خيرة المثقفين. أنطلق سريعا إلى الأخبار، وما وراء الأخبار هناك أسرار وحكايات وروايات. خالص الأمنيات بالشفاء العاجل لنجم بيراميدز ونجم منتخب مصر رمضان صبحي، اللي أصيب إصابة هتخليه يغيب عن الملاعب بين 21 يوم وشهر، كسر بالضلع، الإصابة اللي جات له كسر في الضلع. سلامات يا نجم النجوم. سقطة حسين لبيب وهشام نصر، من العيب كل العيب أن يكون رئيس نادي الزمالك هو حسين لبيب، ومن العيب كل العيب أن يكون نائب رئيس هشام نصر، وكلاهما من نجوم وقيادات كرة اليد. من العيب كل العيب أن نتائج كرة اليد في عهدهم أو في عهدهما تتراجع بسرعة الصاروخ. الأمس انهزم فريق الزمالك بفرق كبير جدا 18-37-22، الشوط الأول 18-10، الشوط الثاني 37-22 من اليد. فإذا كان نجوم اليد ورئيس الاتحاد اليد واللي بيقول على نفسه أعظم لاعب في تاريخ اليد واللي 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 هم الذين يقودون نادي الزمالك حاليا، ثم ينهزم الزمالك بهذا الفارق الشاسع من الأهلي، فعليهم أن يرحل فورا. إنها يعني هنعمل إيه في بقية الألعاب لما يكون في اليد بتاعهم النتيجة كده؟ دي قرصة ودن بس عشان يصحصحوا ويبصوا للألعاب الأخرى. جوميز فرض قراراته على الإدارة، تمسك المدير الفني لكرة القدم بنادي الزمالك البرتغالي جوزيه جوميز بجهازه الفني الحالي، ورفض أي تعديلات طلبها السيد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، وقال له ما حدش هيجي يشتغل وما حدش هيمشي، ممنوع، لا احمد بجدي هيمشي ولا حد هيجي من بره، ولا انا مبسوط بالفرقه اللي معايا دي، والمساعدين تمام والاجانب تمام والمصريين تمام وفي حاله انسجام، ممنوع التدخل وممنوع التغييرات. ده كانت نتيجه الاجتماع اللي تم بين حسين لبيب وجوميز، وانتهت فيه. كان الاداره مجهزه مدرب مساعد، كان مجهزه مدير كره، كان مجهزه مترجم بدل من مجدي أو لا، أو جاي لكم في مجدي في كلام بعد قليل. ملعب ومعسكر جديد الزمالك يستأنف الفريق الأول كرة قدم من الزمالك اليوم تدريباته عقب انتهاء فترة الراحة اللي حصل عليها 3 أيام، والزمالك بيعود على ملعبه بعد انتهاء عملية الإصلاح والتطوير. والناس بتقول أرضية ملعب الزمالك بقت جميلة وتمام، وإحنا عايزين الزمالك يتمرن في ملعبه. إن شاء الله الزمالك عنده مهام كبيرة إفريقية ومحلية في الفترة الجاية، عايزين حالة هدوء وحالة استقرار ومفيش إصابات. حكايات مخجلة لأحمد سليمان في الجونة، الكلام ده يحتاج إلى ردود من أحمد سليمان نفسه اللي مستخبي حاليا تحت اللحاف، ومش عارف، يعني مش عارف، أتمنى يا رب يكون اللي في بالي تم وعارف أخطائه، وأهم أخطائه إنه ما يلجأش اللجان الإعلامية. أنا حذرته من 3 أسابيع، قلت له يا مشمش هتبعت لنا الجال الإعلامية هتحصل اللي قبلك، وهو ما صدقش. لكن مشمش دلوقتي مستخبي بسبب أخطائه المتكررة، ما تحاولش تلعب مع الكبار يا مشمش،
نرجع لأخطاء أحمد سليمان التي تحتاج إجابة إما من الإدارة أو من أحمد سليمان نفسه، ومش العيب إن هو يطلع يعتذر أو من العيب إن هو يطلع ينفي، مش عيب، بس ما يطلعش عند مهيب المريب عشان كده يعني يبتدي يحسن صورته عند جمهور الزمالك وعند أعضاء مجلس إدارة الزمالك. مش هتكلم النهارده خالص يا كابتن سليمان أو سيادة اللواء سليمان عن المشكلة والمشادة التي تم تسجيلها، الخناق مش هتكلم عليها، هتكلم عن واقعتين محتاجين من حضرتك توضيح أو من مجلس لبيب التوضيح. أول حاجة، حقيقة ما تردد إن هو نزل بين الشوطين في ماتش الجونة وكان عايز يفرض مشاركة بعض اللعيبة واتخانق مع أحمد مجدي وقال له ما انتش مالكش مكان هنا وحياة مش عارف مين لا بشيك وما انتش قاعد ومش هتشتغل. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، هل هو كان نازل في السويد في الجونة على حساب نادي الزمالك؟ الموضوع مش يعني مش سر، ده ناس كتير بتتكلم فيه، فمحتاجين توضيح. لو السويد يرجع الفلوس للنادي ويدفع من جيبه، ده راجل بيقبض بالدولار من عند مهيب المريب، كمان هو يعني له على المعاش يعني ما شاء الله، يعني مش محتاج انه يكلف الزمالك فلوس. الحاجه الثانيه، انت داخل بتتدخل في الجهاز الفني ليه؟ لا اذا كانت الواقعه صحيحه يعني، وازاي تحاول انت تشيل المدرب بكلمه منك يعني؟ معلش كل واحد يعرف دوره. انا ممكن اختلف مع احمد مجدي، ممكن اكون مش عايزه، ممكن اكون عايزه، بس كل واحد يعرف دوره وحدوده. فنتمنى ان يقدر الزمالك يا احمد سليمان نفسه يطلعوا ويردوا على الحقائق دي. سعيد ان الاسبوع ده كان اسبوع نظيف، واسبوع نظيف يعني ودنا نطفت فيه، لم نرى احمد سالم ولا احمد سليمان. واتمنى من حسين لبيب، هو هادي وبيحاول ان هو يعني ايه يهدي الامور وما يهدي النار المشتعله، فاتمنى ان ما نفاجئش بعد فتره يا كابتن حسين لبيب يا محترم جدا جدا جدا، شوف بقول عليك ايه، محترم جدا 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 جدا، اتمنى استاذ حسين لبيب ان ما نسمعهمش خالص. اوقف العشوائيه اللي بيطلع بيها السيد احمد سالم المتحدث الرسمي اللي نصب نفسه ان هو بيتكلم باسم مجلس اداره، بيتكلم كلام فني على الفرق، بيتكلم حاجات وبيطلع في كل حاجه وصدعنا، والاخر النتيجه احنا بنخسر بطولات وبنخسر بتاع بسبب الهمبكر اللي هم عاشونا فيه. والاخ احمد سليمان ما طلعش مع مهيب المريب هذا الاسبوع، ونتمنى يا رب ما طلعش معاه خالص، او يستقيل من مجلس اداره الزمالك ويروح يطلع معاه ان شاء الله، يطلع معاه في زي ما هو عايز ليل ونهار ونهار وليل. كان اسبوع نظيف، اسبوع رائع، بالرغم ان احنا زعلانين على خساره الجونه وزعلانين على خساره الكاس وبنقول يا رب، بس والله ودنا لطفت. اتمنى 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 ان ظهور الاثنين دول معناهم خراب مستعجل في الزمالك، ومحدش يزعل، اللي يزعل يغض دماغه في الحياه، الزمالك اعظم من اي حد، والزمالك هو اللي شهره، والزمالك هو اللي عمل لهم اسم. احمد سليمان كان في ناشئين الاهلي ومشوه، لولا الزمالك ولولا رفع اسمه احمد سليمان ما حدش يعرف عنه، في قناه اسمها قناه ترفيهيه اسمها الشمس تجمعنا، لولا عمل حوار لحسين لبيب، حسين لبيب جابه عشان هو ممثل جيد، فقال لك الممثل جيد هيطلع يحاول يقنع الناس بالكلام، فخد الموضوع جد ومسافر على حساب الزمالك في السعوديه وكلام لا يليق، يعني لا يليق لا يليق. فاحنا مش عايزين نفتح ملفات، عايزين استقرار من اجل نادي الزمالك، ابعدوا الاثنين دول عن الساحه تماما. نيجي لبعض الاخبار المتفرقه. اولا كابتن حسين الشحات لاعب الاهلي تم استبعاده رسميا اليوم من المنتخب الوطني لاصابه اصابه عضليه. سلامات يا حسين يا شحات. واتحاد الكرة طلع بيان مخصوص بخصوص هذا الموضوع، ويعني موضوع مش سهل يعني. يوم ايه بقى؟ يوم حسام حسن عايز صالح بقى الزملكاوية، يوم اختار مين بداله؟ يعني اصول اختار لاعب بيلعب في مكانه. قام اختار لك من الزمالك مصطفى شلبي، مش عارف هو يعني ناصر ماهر ده مش عاجبه ولا ما بيشوفوش ولا حسام بيصفي حسابات، الله اعلم. على كل حال بيصالح الزمالكاوي انه استدعى اليوم مصطفى شلبي لاعب الزمالك وانضم للمنتخب بدلا من حسين الشحات. الطريف ان اتحاد الكوره في كل موضوع من ده طلع بيان. كمان الشيء الرائع ان المنتخبات بتستدعي نجومنا في الوقت اللي يعني الجهاز الفني ما بيلعبهمش،
يعني الى منتخب غانا بيستدعي اللاعب بتاعه اللي هو موتيابا، ترافيس موتيابا، نفسنا نشوفه والله عشان نحفظ اسمه. وهيشترك مع منتخب غانا في ماتشين وديين مع جزر القمر واوغندا. نحاول نتفرج لو الماتشات دي ازاي، نحاول نتفرج عليه عشان نشوف. كمان سيف الجزيرة انضم لمنتخب تونس، والمنتخب الفلسطيني استدعى المدافع الجميل ياسر حمد اللي نتمنى نشوفه هيلعب ان شاء الله في ماتش بنجلاديش. طيب الاهلي يخطف القاطره الغنيه من الشباب. امبارح كان في ماتش لفريق الشباب مواليد 2006 في النادي الاهلي ضد الاسواق الحره، والاهلي كسب 5-0. كان على ملعب النادي الاهلي بمدينه نصر، وكان بيشاهد المباراه كولر، وكانت اول تجربه للمدافع الغاني ادم ساربا اللي جابه النادي الاهلي، واللاعب ظهر مستوى كويس جدا وجاب الهدف الرابع، وكان عامل شغل جامد جدا في الدفاع وقذائف وشوط، حتى الهدف بتاعه من قذيفه يعني. وعجب مارسيل كولر، مارسيل كولر عنده مشكله في الدفاع، فشاف ان ده هيكون مستقبل الدفاع في الفريق الاول، خلال ساعات هيضموا للفريق الاول كرة القدم من النادي الاهلي. عندي شويه اخبار، بس عايز نتكلم في موضوع نجم مصر اللي انضم للاخوان، واخد رايكم ونتكلم عن امير. خلينا ناخد الاخبار وبعدين نرجع للموضوع ده عشان نسمعكم الفيديو. وفي حته عن مرتضى عشان حبايب مرتضى. الاول انتشر كلام كبير جدا عن ان الكابتن الكبير محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول قال لاتحاد الكرة انا هبعت لكم طياره مجهزه لنقل لاحمد رفعت للخارج لاستكمال رحله علاجه. الكلام ده اكده الاعلامي اسلام صادق على فيسبوك، وقال الكلام ده وطلع ناس كذب كده وقالوا ان هو عايز يعالجه في انجلترا. بصراحه الموضوع شغلني من امبارح لحد ما بسجل، وكنت عايز اعرف حقيقه. حاولت التواصل مع نجم مصر ولكن لظروف خاصه لم يستطع الرد. ف يعني دعبسنا وصلنا ان اتحاد الكره بينفي، يعني اخر معلومه جات لنا ان اتحاد الكره بيقول لم يتلقى اي اختراق ولا طلبات من محمد صلاح بشان احمد رفعت. كمان الفريق الطبي طلع وقال ان حاله احمد رفعت لا تسمح بنقله لاي مكان. فليه احنا في قناه الجريء بنهدى شويه مع اي خبر ومش بنطلع له؟ لان بنحاول دايما ان القارئ او المستمع بتاعنا يكون على مستوى الاحترام اللي احنا بنحترمه بيه. احنا نحترم الجميع وعمرنا ما نغلط في حد، وبنكون بس قنار على اللي بيغلط في نادي الزمالك او بيسترزق من نادي الزمالك او بيلعب في امور نادي الزمالك. اما المستمع بتاعنا فانه مثقف وبنقول له الحقيقه. فحتى اللحظه لا يوجد شيء رسمي من محمد صلاح لاتحاد الكره حسب كلام اتحاد الكره. وحتى اللحظه الجهاز الطبي بيقول ما ينفعش نقله خالص خالص خالص. كل تمنياتنا بالشفاء لاحمد رفعت. فضائح في الدوري السعودي، ويبدو ان اللي عمله خفيف الظل شوال الرز مع الزمالك بيخلص فيه. فكان في امس مباراه بين النصر والاهلي، والنصر فاز بفعل فاعل 1-0 من ضربة جزاء جابها اللاعب والعجوز المحترف. وللأسف بعد انتهاء المباراة 4 محترفين جابوا من النصر عملوا حركات سيئة جدا جدا لجمهور النادي الأهلي السعودي والدنيا مقلوبة. دول 4 محترفين جابوا بشوال الرز أهانوا الجمهور السعودي إهانة شديدة جدا. كمان بدأ اللعب في الدوري السعودي عن طريق الفار، فصاحبنا ابو كرش ده لما لقى الفار في ماتش الاهلي الزمالك بيتحرك على مزاجه هو كمان بيحرك الفار. فحتى طلع واحد من المحللين الكبار او المسؤولين التحكيمين في السعوديه وقال ان الاهلي حصل كان ليه ظلم كبير الاهلي السعودي، وان ضربه الجزاء ما كانتش صحيحه، وهذا القرار منح النصر الفوز في الدقيقة 63 وكان قرار خاطئ جدا، وإن حكم الفار كان يعني بيحاول إن يتكلم كاستشارة مع الحكم، ولكن حكم المباراة أصر على احتساب ضربة الجزاء. يعني واضح إن الدوري السعودي ينهار ينهار ينهار. على فكرة التحليل كان في قناة اس اس سي السعودية،
واللي عايز يسمعوا يسمعوا، احنا بس بنلقي الضوء على الفساد في الدوري السعودي او الدوريات السعوديه. الاهلي بيغرم متولي لسبب غريب، حيث وقع الجهاز الفني للفريق الاول كره قدم النادي الاهلي غرامه ماليه على محمود متولي مدافع الفريق. ليه بقى؟ قال لك ان هم كل شويه مارسيل كولر كل شويه بيجيب اللعيبه بيوزنها، ولما وزنوه لقوا عنده وزن زياده، فقاموا فاقينه واحد مخالفه ماليه. على فكره المخالفه الماليه والغرامه الماليه دي الثالثه لمتولي. طيب نسيب الاخبار ونرجع للسيد مرتضى منصور اتكلم عن جوميز وصفقات لبيب، كلام مهم جدا جدا. قول لي رايك، يعني قول لي رايك في التعليقات، هل كلامه ده حقيقي ولا مش؟ هقول لكم الجمله سريعا كده عشان ايه ما نطولش في الوقت. قال بالنص مرتضى منصور، قال بالنص جوميز مدرب كويس علشان ما بيلعبش الصفقات الفاشله اللي جابها مجلس حسين لبيب. اكتب لي رايك في تعليق، تتفق او تختلف مع مرتضى منصور. نيجي لأول ظهور لأمير مرتضى منصور، ده أول ظهور ليه في الوسط العام أو في الأوساط الرياضية أو الأوساط الفنية أو زي ما تعايز. الكابتن أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومقدم البرامج دلوقتي عزم مجموعة من الزملكاوية والناس السابقة على السحور وأطلق عليه كشك ميدو. ظهر معاهم امير مرتضى منصور مدير الكره بدعوه من ميدو، يعني ميدو اللي عزم، وظهر معاهم شيكابالا، عمر جابر، حسن امام، خالد الغندور، محمد عبد المنصف، شريف اكرامي، جمال حمزه، والفنان هشام ماجد. كشك ميدو هو اول ظهور لامير مرتضى منصور. نيجي الموضوع مهم جدا ومحتاج ارائكم فيه، وهو كابتن مصر، هل كانت هناك محاولات لتجنيده للإخوان؟ الكلام ده نسمعه مع بعض وبعدين نعلق سوا. في ناس كتير قوي كان نفسهم ان هو يتشد ناحيه الإخوان، لما هو رد، خلي بالك، حاولوا يسحبوا ناحيتهم، يعني عايز تقول كده، هو في وقت من الأوقات في لعيب كرة قدم سابق شدوا للإخوان المسلمين، أو حاول شد للإخوان المسلمين، هو نجح، هو ولعيب تاني. الإخوان المسلمين تمام، جزء من وظيفتهم، جزء من وظيفة اللعيبة دي كانوا بيعملوا إيه؟ إن هم يجندوا اللعيبة التانية. أنت عارفة كده ولا لأ؟ أكيد صح، مش بس مع اللعيبة، مع اللي كله، مع التجنيد. يعني الإخوان المسلمين جماعة منظمة جدا، بيختاروا أشخاص، هم اختاروا 6 أو 7 أشخاص داخل النادي الأهلي. مين الستة أو السبعة؟ ما الناس عارفاهم. ما تقول. بلا، طب وأنا ليه هقلب المواجع على الناس ليه؟ بس الناس عارفة هما مين. صح؟ مدربين وإداريين وأعضاء مجلس إدارة ولعيبة. كان دور من دورهم إن هما يجندوا الولاد الصغيرة. يجندوا الولاد الصغيرة، يشدوهم ناحيتهم، وإن هما طبعًا يخدموا مصلحة جماعة الإخوان المسلمين. أنا اللي بقول ده تاريخ على فكرة. أنا شفته وعرفته، وفي ناس منهم جربوا معايا، حاولوا يتواصلوا معايا. طبعا قالوا لك إيه؟ بيكلموك بقى عن الأول، أول حاجة الناس دول بيبقوا على فكرة إيه، بيبقى لسانهم حلو قوي، فيعرفوا يجروكي. بصي، واخدين دكتوراه في التجنيد، يعني بصي ممكن يشدوا أي حد، يقعدوا يكلموك على قضية فلسطين وان كذا، وان يجيبوا لك من الدين الاول. عملت معاهم ايه لما دخلوا عليك الدخله دي؟ وتمشي. الكلام ده كان ايه؟ الكلام ده عندي كلام ميدو، عشان انا مهم عندي ان هو اتكلم ان محمد صلاح حاولوا تجنيده. هو في جزء تاني بيقول الدوله اتدخلت، عشان ما نطولش في الموضوع، ان الدوله اتدخلت وانقذت محمد صلاح وابعدته تماما عن الاخوان. الجزء الكلام اللي بيقوله برضه ان في 6 جوه النادي الاهلي، ما بين عضو مجلس اداره، اداري، مدير فني، لعيبه تبع الاخوان. انا يعني محتاج من حضراتكم سؤالين تجاوبوا لي عليهم في التعليقات. من يقصد بهذا اللاعب الاهلاوي المعتزل، الدولي المعتزل، اللي حاول يجند محمد صلاح؟ تفتكروا مين؟ اكتب لي الاسم. والجزء الثاني، هل بالفعل داخل النادي الاهلي 6 قيادات في ما بين الكوره وما بين المجلس وبتاع
تباين الاخوان وبيجندوا الاولاد الصغيرين، كلام كبير وكلام خطير وكلام ما يعديش، كلام ما يعديش ابدا ابدا ابدا، ومحتاج تفكير يا اجمل ناس في الكون. بشكر حضراتكم واراكم على خير غدا باذن الله.